الرحيم، عندنا مناشد السيد محافظ البصره، محطه مجاري، منطقه المشراق قريبه على المعارض، السيارات تبعد عن بيوتنا 10 امتار منا للبيت، 10 امتار محطه مال مجاري تبعد عن البيت 10 امتار. الضوابط تقول سياج المحطه يبعد عن البيت 20، سياج المحطه يبعد عن البيت 20. ما ادري شلون حصلوا موافقات، شلون اشتغلوا، راجعنا عده دوائر، راجعنا البيئه، راجعنا المجاري، راجعنا البلديه، صار لنا 4-5 اشهر، احنا من شهر الخامس دي جاي نراجع ما حصلنا نتيجه من الدوائر، دائره اذبها على دائره. تعرف هاي اذا كملت هاي المحطه لازم احنا نشيل من البيوت، من الريحه، من الريحه، يعني مال ثقيل حجي، هاي مال ثقيل، اي مجاري ثقيله هاي المحطه. اجونا قبل 15 يوم كان الشارع ناطينا 6 امتار، الشارع ناطينا كان من سياج المحطه للبيت 6 امتار، فلشوا انه بدنا يقدرون يقدمون يردون يزغرون الشارع، يعني ما اكتفوا بال 6 امتار، يردون يزغرون انه بالشارع. الضوابط تقول المحطه 200 متر طول بعرض، 200 متر. الان المحطه اذا اريد نقيسها على التصميم القديم اللي يردون يوسعونه هم الان كان 380، يعني متجاوزين 180 متر على كامل المحطه، المساحه مال المحطه.